كيف علا؟ صباح الخير. صباح الورد ابراهيم، الله يعطيك العافيه. صباح اليوم. الورد للانا، يعني دائما هيك بختم ابراهيم فقرته ومكانه باحلى الكلمات، فاحنا بنشكره اكيد على الطاقه الايجابيه اللي بمنحنا اياها باستديوهات يوم جديد. الله يعطيك الف عافيه ابراهيم، وشكرا عليك. بتقدر تغير خلاص انا قاعد استنى تخلص الاكل بعد ما سمعت انه في اكلات بحريه. خلاص انا هون هيني انا بستناكم بتفرج. حياك الله، نورتنا. تمام لانا، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، وصباح الخير اليك ولكل متابعينا واصدقائنا الافاضل. قبل ما نقول شو رح نعمل اليوم والاشياء اللي معلقه هاي من الصبح، اكيد بدنا نقول اهلا وسهلا بكارفور هايبر ماركت وارز تحفه تونا الصياد. احلى من مليون عريس تحفه. رز تحفه، عن جد تحفه. يعني أهلا وسهلا فيكم من جديد أعزائي المشاهدين، ومطبخنا اليوم عامر بالمأكولات البحرية. نعم. وكنا عم نحكي اليوم عن دور الغذاء بالوقاية من بعض الأمراض. أكيد. فيعني دائما الشيف علا دايرة بالها علينا، ودائما الأصناف متعددة، دائما الأصناف بتكون بتساهم في الوقاية وبنفس الوقت بتكون صحية. خلينا نحكي أكثر عن الأطباق. تمام لانا، بسم الله وعلى بركة الله نبدأ اليوم. عملنا منسف وبعدين لحقناها وقعدنا تدوير المنسف إرضاء للأذواق متعددة من جميع أفراد المجتمع المحلي والمتابعين داخل المملكة وحتى خارج المملكة. إحنا بنطلع وبننزل، بنشطح بس بنرد بننزل لتحت، فإرضاء لجميع الأذواق رح نعمل هالأصناف تحديدا. أنا اليوم من غايات التأكيد على المعلومة، إحنا لنا اليوم جايين نعلم أبناء مجتمعنا وأهلنا لا سمح الله حاشاهم كيف تقلي سمك أو كيف تحط بهار أو كيف تعمل شوربة لا سمح الله. أنا جاي اليوم أعطيكي فقرة تثقيفية بما يخص المأكولات البحرية، قديش في قيمة غذائية عم تستنانا لو مرة واحدة بالشهر، كفيلة بأنها تعطيكي مناعة بدون مبالغة، يعني إن شاء الله طول العمر أمامكم، ولكن كتير بتعطيكي مناعة. فإحنا اليوم اعتبريها فقرة تثقيفية، اتفرجي اسمعي شوفي اتعلمي خدي معلومة، ممكن إحنا بس فقرتنا تاخدي منها بس معلومة بس، كمان الطعم رح يكون كتير زاكي برفقة لانا. ورح ناخد الآن مقادير الشوربة تحديدا لحتى نعمل الشوربة ونحكي عن تفاصيلها. تمام للشوربة، وبعدين رح نفوت على خط السمك، واليوم سمك جديد أغلبكم ما بيعرفه. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ مقاديرنا لتحديد شوربة الكابوريا بالكريمة على الشاشة. يلا رح يكون معنا قباقب أنثى حصريا، كراب ستيك، قطع سمك فيليه، ويمكن إضافة أي نوع من فاكهة البحر. رح يكون معنا لتر مرق سمك أو ماء مغلي، كوب كريمة طبخ، واحد معلقة كبيرة نشا أو طحين، ملح، فلفل، كمون، وواحد بصل مفروم. رح يكون كمان معنا شبت مفروم، كزبرة خضراء مفرومة، واحد ثوم مهروس، واحد معلقة زنجبيل مبروش، واحد معلقة كبيرة زبدة. كرفس. وآخر إشي رح يكون معنا كرفس مفروم واثنين جزر مبروش. تمام. للسلق. هلأ للسلق رح يكون معنا ماء مغلي، باقة عطرية، ورق غار، لومي، قرفة عيدان، وهيل حب. تمام ستي، الله يعطيك ألف عافية. عافية قلبك. طبعا إحنا لانا إذا سمعوها وهيك صفنوا شوي رح أقول لك شو هالشوربة اللي فيها 15 قطعة. هاي الشوربة عبارة عن وجبة غذائية كاملة متكملة ولا ناقصها إشي. فيها السمك، فيها كراب ستيك، رح نحط بشريم، رح نحط كمان فيلي. رح أبتعد عن ذكر المصطلحات الإنجليزية ولكن رح نذكر العربي والإنجليش مراعاة اللي هي لجميع المتابعين داخل المملكة خارجها، لأنه الثقافة البحرية بتروح كتير على موضوع الجهة الأكاديمية. المكونات عم تظهر أمامكم وما رح نبخل عليكم بالمعلومات. هلأ لانا، كل الاحترام للجميع، ولكن ما يميز مطبخ يوم جديد بأنه إحنا لا نسعى لتقديم وصفة. يعني أزعم وصفة بفوت على يوتيوب وأنا حاطة فنجان القهوة وباخدها. صح، مطبخ طبختي براحتي، لا أنا بحاجة علا ولا جميلة علا. تمام. ولكن يعني أنا بحب دائما أحكي بلغة الشارع أو بلغة أبناء المجتمع اللي إحنا كلياتنا بنعرفها. صحيح. بفوت على جوجل بطلع أكبر وصفة، إذا أنا مش بحاجة أي شيف، ولكن أنا بكون بحاجة الشيف أو الطاهي أو الطباخ
عشان يعرفني شو هذا اللي قدامي. يعني لا تعلمني كيف أطبخ، علمني شو هذا، أعطيني الأساس الأكاديمي أو الأساس العلمي عشان أنا لما أفوت المطبخ كسيدة أو أروح على المسمكة أشتري من عند المحل أجيب شوية ثروة بحرية أكون أنا عارفة. نعم. فهذا هو الفرق بين الحافظ مش فاهم. إذا إحنا لازم نكون فاهمين بعدين إحنا بنطبق. إذا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ، ما راح نطيل الحديث عليكم. هذا اللي أنتم شايفينه اسمه سلطعون، أنا عم بعزف بس بطريقتي اليوم. هذا اسمه سلطعون، هو عبارة عن الكابوريا، مصطلح في مصر الحبيبة. تحياتنا للشعب المصري الكريم لأنه هذا الإشي عندهم بكثرة ومش غالي زي عنا. تمام. إذا هذا سلطعون كابوريا أو اللي هم بيحكوا له سرطان البحر. نوع من أنواع الأحياء البحرية الموجودة في البحر الأحمر والمحيطات، موجود بكثرة. سبحان الله اللون شف هلا. نعم سبحان الله. هلأ بدنا نكون عارفين، إن شاء الله رح نعمل تقارير إحنا مفصلة، ولكن قدر المستطاع رح أعطيك معلومات. في إشي ذكر وفي إشي أنثى من السلطعون أو من الكابوريا أو الكراب. في أنثى وفي ذكر. الأنثى تحتوي على نسبة عالية من اللحم، ويفضل شراء الحبة الكبيرة منها. طبعا أنا نظفته وقطعته عشان ما نطول، ولكن وعد رح أعمل لكم تقرير تفصيلي عن هذا الموضوع. إذا في عندي ذكر وأنثى. الأنثى تحتوي على نسبة أعلى من اللحم اللي هي موجودة في داخل القوقعة أو القشرة اللي هي هاي. تمام. رح نشوف لانا الآن معاهم، لو بدي أورجيهم هلأ. بيحتوي طبعاً على اللي هي إحنا بنحكي لها الملائط. الملائط فيها نسبة عالية برضو كمان من اللحم، تستخدم للشوربات، ممكن نستخدم، ممكن نحطها على البايلا كطبق إسباني. فهاي الشغلات إحنا بنشوفها بنخاف منها، ولكن عبارة عن كنز. نشوف هاي الملائط اللي بيكون فيها في داخل البحر، هيها طبعاً، وهي كمالتها هيك. هلا بهرب المشاهدين. لا بزعل منهم. ها. خلينا نتعلم، خلينا نشوف. هاي اذا ما بدي انا تعلميني كيف اطبخ، علميني شو اللي بتحكيه، شو هذا اللي قدامي، فهميني. هون بيكون في قشره وهون بيكون في قشره. هاي القشره لما نشيلها في هاي المنطقه بيكون في ماده اللي هي صفرة اللي هي معدتها. بنشيلها. اذا من هون بشيل الغطاء، هيو أمامك، بشيل الغطا من هون، ومن هون بيكون اللي هي المعدة اللي هي معدتها والأوساخ تاعت هاي النوع من الأحياء البحرية. بشيلها وبقسمها من النص في هاي الأجزاء اللي هي الملائط، كلياتها عبارة عن لحم، وبنعمل منها استوك المرق في محلات الأسماك. تمام. شايفين الهدوء يعم المكان. تمام. قطعناها من النص لغايات الشوربة، بعدين راح نروح على ماء مغلي ولمدة 3 دقائق فقط، لا يغرك المنظر، إذا طولت عليها حاشاكم على الزبالة، حاشا النعمة. راح نحط الباقة العطرية، ماء مغلي، لومي، ارفع عيدان، ورق غار، وهي الحب. ولا أنا بتحب السيفود، فأنا اليوم اخترت أعمل أطباق سيفود عشان تعرف إني بدي أدلل اليوم. والله دايماً، والله مش أول مرة، دايماً يا سبحان الله. حبيبتي القلب، رح نروح غسلناهم ملائطهم، رح أخليها لغايات التقديم، في داخلها في اللي هي اللحمة اللي أنا بأكلها. تمام. وبعدين في إلها اللي هي أجزاء معينة لانا مثل السكينة وهيك، لاحقاً أنا بعرفهم عليها، اللي هي بس بتضغط هيك زي الزردية بس خاصة، بتضغط عليها بتقسمها من النص عشان تسحبي اللي جواها. فرح نروح ننزلهم يلا. وهي لانا معاكم هلأ رح تتابع على السوشيال ميديا. لحقوا أقدر أتابع أنا الريحة من هلا يعني بلشت. بدنا نشوف شو رأيهم، ناش يزعل من يلا بدنا ناخذ آرائكم ومشاركاتكم. ما بدنا بس تقول لنا صباح الخير، احكوا لنا رأيكم بالموضوع. أيوة بطبخة طبعاً. اليوم وطبق اليوم. عدنان الحمصي بيقول يسعد صباحك شيف علا ولانا. معانا كمان رجا بدوي بتقول يسعد صباحكم منورين. معانا عهد ياسين بتقول يسعد صباحكم منورين ويسلموا يا شيف. معانا أم حمزة المريات بتقول يسعد صباحكم وصباحك يا رب. مصطفى الحجي أحلى سلام من العراق لأحلى شيف متابعينك أنا والأهل، تحياتنا لأهلنا في العراق. كمان معانا آمنة بشارات تقول يسعد صباحكم. أم عمر بتقول صباح الخير. وهلا محمد تقول يسعد صباحكم بكل خير وسعادة.
ومصطفى الحجي بأحلى وأطيب السمك. بقول لك أحلى وأطيب السمك في العراق. الله عليك، تحياتنا للشعب العراقي الكريم. أم محمد ذكرنا بتقول الله يسعد صباحكم منورين. ومعنا كمان مريم أبو زينب بتقول يسعد صباحكم أحلى شيف، أنا بتابعكم من جنين كل يوم أنا والوالد. الله يخلي لك الوالد، وتحيتنا إلى أهلنا في فلسطين. يعني شوف علا، دائما احنا بموضوع الاكل البحري بنشجع الناس انها يكون عندها هاي الثقافه، يكون جزء من مطبخنا. أشكرك. لو مره بالاسبوع. لانه يعني الناس بيغيب عن بالها فائده هاي الاغذيه. حلو المطبخ يكون متنوع صراحه، حلو يكون متنوع، حلو اكون مثقفه، مش حلو ابدا اكون قاعده بمكان عم يحكوا شيء انا مش فاهمته، او اقعد بمطعم او بطياره بغرفه انتظار مثلا بالمطار. أيا كان الظرف الواحد بتعرض منه لمواقف، وإن شاء الله هدات البال للجميع، ولكن مش حلو أني ما أعرف. يعني خلي عندك معلومة، لو ما عجبك الطبق تمام. هلأ أنا عديت عليه 3 دقائق، بروح بشيله فورا أول ما يصير لونه لون وردي فقط. طبعا ليش إحنا سلقناه، ليش مش مباشرة حطيناه بالشوربة؟ لأنه فيه نسبة زنخ، وأنا حطيت الباقة العطرية فورا بيسحبها. يا الله، شايف عن جد تغير لونه. ها شايفين يعني قديش في شغلات بتروح علينا لانا، قديش في شغلات انا بشوفها على برامج الطبخ وعلى الشاشات، وبطلع وبحكي لي طب ما هو انا مش فاهمه ايش اللي انت بتحكي فيه، ايش هاد؟ يعني احنا ما عندنا، بحكي لك شغله كمان، على احنا ما عندنا ثقافه الجراءه انك تجرب. اليوم الناس دائما بصوره نمطيه، والاكل المعروف هم اللي بيعتمدوه. حلو انه الواحد يجرب قبل ما يحكي ما بحب. بعرف احيانا الناس على العين بتكون خايفه وقلقانه وما بتحب تاكل، بس حلو انه الواحد يجرب. انا اتحداكي هلا وانتوا قاعدين وشايفيني خلف الشاشه، لو انا زيكم وقاعده خلف الشاشه وطلع شيف قال لي اعمل 1 2 3 واسلق، طب ما هو ايش هذا اللي انت بتحكي فيه؟ انا مش فاهمه. فاحنا تواجدنا بهاي الفقره تحديدا هي اجابه عن تساؤلات كثير من ابناء المجتمع بنثري الثقافه المطبخيه. لهيك احنا بنقول هي ثقافه فنون الطهي، والفن يحتاج الى ثقافه، والثقافه تحتاج إلى أساس أكاديمي. وما رح أطول عليكم، زبدة بعدين بصل، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم تمام، وبعدين زنجبيل وتوم. إيش بدي أحكي لكم عن هالصحن؟ حقه 12 دينار بالمطعم. أنا مش ضد المطاعم، هدول زملائي وحبايب قلبي وكل الاحترام للجميع، ولكن كتير بنتعرض لمواقف من أبناء المجتمع، لأنه أنا شخص منكم وفيكم بتصل معكم بشكل مباشر. أنا عندي 3 بالبيت وراتبي على قدي مثلا، بغض النظر شو كان الطبق، ما بقدر أخذ عيالي وأروح فيهم كلهم على المطعم طبعا أكيد. فأنا واجبي لو بالشيء البسيط أغني لك هالثقافة المطبخية تمام، لحتى تقدر إنك يعني إشي ما تشتهي برا وما تقدر تسوي ببيتك. لا بتقدر، ما في حدا بيخترع. نزلنا زبدة، بصل، ثوم، زنجبيل، كرافس. الكرافس هو عبارة عن السلري، مصطلح بالإنجليش للي ما بيعرفه. إيش هو الكرافس؟ هو عبارة عن نبات جذري بهذا الشكل، أوراقه تؤكل وساقه يؤكل بالبارد وبالساخن. صحيح. شوربة، سلطة، هذا بتشوفيه بمحلات الخضار، ريحته عطرية. أنا كتير بحب ريحته، طعمه كتير زاكي. يستخدم بالشوربات وبالسلطات. إشي يعني شو بدي أحكي لكم، الكرافس في شراب للديتوكس والهيك، في شراب الكرافس. كيف بنحضره؟ كالآتي. هاي نزلنا الكرافس، رح نقليهم مع بعض. بناخد قطعة من الكرافس وبروح بفصل هذا الجزء تمام اللي أنا هلأ حضرته، وبعدين بقشره. هاي القشر اللي برا، كيف إحنا بنشيل الخيط اللي بيكون باللوبيا والفاصوليا والفول الأخضر لنا؟ نفس المبدأ، بدي أقشره. شايفين بهذا الشكل، اسمه سلري. هاي شايفين هاي الخيوط، رح تدقر معي بالأكل. ريحته عطرية وقوية جدا، وطعمه كتير زاكي، يفيد في عسر الهضم، يحتوي على نسبة عالية من الماء، بيستخدم عصيره لضبط ضغط الدم، ويحتوي على معادن كثيرة بشكل جدا وعلى رويدة. يلا معنا اتصال من رويدة من عمان. صباح الخير. صباح الخير، أهلين، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك يا رويدة، ومبسوطين بسماع صوتك. تفضلي، معك الشيف علا. أنا كثير قعدت أتصل مثل إنه لقت الخط معي. وإحنا أكيد مبسوطين بسماع صوتك. تفضلي، معك الشيف علا. كثير كثير بحب أكلاتك شيف علا ومتابعتك،
ويقدموا إيديك على هالأطباق الحلوة اللي كلها هيك بتبسط الواحد. وأنا كنت مغتربة إلي 35 سنة. نعم. وإجيت وأنا كنت أمثل الأردن في التلفزيون السعودي. ما شاء الله، أنت البركة ستي، أهلا وسهلا فيك. أمثلهم وكنت أحكي الأطباق المشهورة عنا، وكانوا كل رمضان وكل عيد أنا يستضيفوني عشان أحكي عن الأردن، فبحب إني كمان أجي تستضيفيني. احنا ست الشرف إلنا، البواب مفتوحه لك، هذا مكانكم ومطرحكم باي وقت. اهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك، تسلم ايديك على كل اكلاتك الطيبه والزاكيه وكلها مضبوطه وما شاء الله عليك حبيبتي القلب، نورتينا والله. الله يسلمك، اهلا وسهلا فيك ستي. اهلا اهلا، شكرا لك رويدة، واحنا دائما فخورين بكل الاردنيين الذي يمثلون البلد في في المغترب. معنا ام عامر، معنا اتصال ثاني. هلا ام عامر. أم عامر صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيكي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك رب. من وين عم تحكينا أم عامر؟ عمان. من عمان، أهلا وسهلا فيكي، تفضلي الشيف علا معك. ألو صباح الخير. ما شاء الله عنكم عن أكلاتكم، ما شاء الله، يعني الله يجزيك الخير ما شاء الله. حبيبة قلبي كيفك يا أم عامر؟ بدنا بس طريقة الكلاج إذا تسمحي. الكلاج إذا تسمحي. الكلاج، حاضر أمرك. اهلا وسهلا فيك ستي، اهلا اهلا. تمام لنا هلا. هذا الكراب ستيك هو عباره عن اصابع لحم السلطعون من هذا اللي انتم شايفينه، اذا هذا من هذا، وهو عباره عن لحم مصنع، يصنع على شكل ستيك اصابع. تمام، هيها هيك بتكون، وهذا اللي بنحطه البارد على السلطه. راح اغني الطبق فيه ولانا بتحبه، وكمان عشان ادللكم ممكن نحط لانا اي نوع من انواع فاكهه البحر، ممكن نحط مسلز المحار، ممكن نحط كالاماري رينكس اللي هو الكاليماري اللي تيوب نقطعه ناعم او حلقات، ممكن نحط بيبي شريم، انا حاطه هون بيبي شريم، وممكن نحط كمان اللي هو قطع من فيليه السمك. زادت عندك قطعه حطيها شوربه. هيا يعني شو بدي احكي لك، وجبه 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 وعباره عن قيمه غذائيه عاليه وضد الامراض واللي بدكم اياه. الله، حتى الريحه غير شكل. يلا ستي على شهد. يلا معانا شهد الزيود من الزرقاء. صباح الخير شهد. هلا صباح الورد، كيفك؟ صباحك عسل على اسمك، اهلا وسهلا فيكي، مبسوطين بسماع صوتك. تفضلي، معك الشيف علا. الو صباح الخير يا شهد. مرحبا، كيفك شيف علا؟ هلا حبيبه قلبي، مليون مرحبا. قولي يا قمر. عن جد كثير بصاتك طيبه، حضورك على الساسه متالقه دائما. بوجودكم يا قمر، بوجودكم حبيبتي. بتحبي هالنوع من الأطباق البحرية؟ سمك دينيس. أنا مش عم بسمعك يا شهد، علي لنا صوتك. سمك الدينيس أحب. الله عليكي، مزوئة سمك الدينيس كتير طيب، إن شاء الله بالهنا والعافية حبيبتي. هلا حبيبة قلبي، أهلا أهلا. تمام، عم نحركهم إحنا مع بعض. نعم. وبعدين لانا رح ناخد هلأ خلود، أنا بروح أفضي الطنجرة الأكبر عشان تستوي براحتها ونكمل تفاصيل الشوربة. رح ناخد اتصال من خلود. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. من وين عم تحكينا يا خلود؟ من سحاب. أهلا وسهلا فيكي، وتحياتنا إلى كل أهالينا في سحاب. تفضلي، معك الشفالة. يسلم على أكلات طيبة. صباح الخير يا خلود. هلا صباح النور، كيف حالك؟ هلا يا حبيبتي، أهلا وسهلا. صباح الورد. يسلم على السمك، مش هذا النوع، أنا ما بحبه من السمك. والله لو بدي إيه، أنا بكفلك إلا تغيري رأيك. بغمض عيونك وبطعميكي. أنا فاهمة عليكي. إن شاء الله بنجرب إن شاء الله. حبيبتي الخير عنا وعندكم. بس لو سمحتي بس تعملي لنا الكراوية. كراوية. مين بغششكم؟ إذا في مجال. انتوا حاطين علي مراقبه، مين بغششكم؟ يا رب بحلقتي. بس الكراوية في إلها فيلم تاني، مش رح اغششكم اياه قريبا. بس تعملينا اياها لو سمحتي. حاضر، امرك ستي، امرك. ماشي، يعطيك العافيه. تمام، احنا هون نزلنا الكرافس، البصل، الثوم، الزبده، الكابوريا او اللي هو سلطعون البحر، بالاضافه الى نزلنا بيبي شريم، وحطينا كمان فيليه السمك. وبعدين هلأ لنا آخر شيء رح نحط شوي من الكريمة، طبعا الجزر المبروش. بسم الله الرحمن الرحيم. للشوربة، شوفي هاي الشوربة ما أزكاها إشي، بشهي بصراحة. تمام، وبعدين بالإضافة إلى الشبت الأخضر، الشبت اللي هو الدل بالمصطلح الإنجليش.
بالإضافة إلى الكزبرة الخضراء. آخر شيء لما بتستوي بنحط لنا ملح فلفل كمون فقط. وبعدين يا ستي العزيزة رح نحط شوي من كريمة الطبخ شوي قليلا. وبعدين رح نحط ماء مغلي أو ستوك سمك. ستوك السمك اللي هي مرقة سمك محطوط عليها نشا أو طحين بالإضافة إلى شوي من الملح والفلفل الأسود. هذا هو ستوك السمك. من وين متوفر شرف علا؟ بدك تسلقي شور شريم. عملتيها مرة قبل بحلقة بس ما في جاهز، ما منلاقيه بالسوق صح؟ لا. إذا في باودر فهذا مرق سمك وحطيت عليه طبعا مرق السمك زي ما كيف بنسلق لحمة وجاج وبناخد منها المرق نفس المبدأ. نفس العملية. إذا لازم تسلقي اللي هي راس سمك حسك قشور روبيان بهذا الشكل. رح أخليها تغلى هيك تمام لانا. آخر شيء ذكرت بإني رح أحط اللي هي ملح وفلفل وكمون شوي. قد إيه بدها وقت على ال ما بدها كتير، هذا ما بده كتير أبدا. هلأ شوي وبنشيلها لأنه سبق ذكرت بإنه بشد وبصير مثل الكاوشوك. إحنا هيك رح نطلع لنا فاصل كتير صغير ونرجع أنا وياكم نكمل سمك المعكرونة مقلي. مش معكرونة، اسم السمك سمك المعكرونة. فاصل ورجعين، خليكم معنا. أحلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة. يا الله على الرجعة الحلوة يا شف علا مع ريحة الشوربة اللي صارت تقريبا جاهزة والمشاركات الحلوة. في سؤال حلو بس عن إشي تاني، عن الرز اللي بقلب اليبرق بضل يقرط دماغي. أسألك يا ناس قلبي هوا بنيا عقباوية فحلا قعدتنا سوا على شط المية ومحلاها بلبس الطرحة ولبس الجلابية لما تعود من الصرحة بتعمل صيادية. اليادل 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 وينكم يا عقبوية؟ لموا السمكات وتعالوا استنونا وشوفونا بآخر الحلقة مع الكابوريا وسمك المعكرونة. طريقة ووصفة سمك المعكرونة على الشاشة مع لانا. أطيب سمك، طعمه مثل الزبدة، حسك سلسلة الظهر فقط. هلأ رح أفتح ورح أورجيكي، بشهي وزاكي وما بشبع، كيلو ما بكفي واحد. المقادير على الشاشة. يلا عجبك الوصف؟ طبعا. رح يكون معنا كيلو سمك معكرونة منظف ومغسل جيدا، واحد معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، ونصف معلقة صغيرة كركم، ونصف معلقة صغيرة كمون. رح يكون كمان معنا نص معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة شطة ناشفة، واحد معلقة صغيرة بهار سمك، ثلاثة ثوم مهروس، كزبرة خضراء، وشبت أخضر، ربع كوب عصير ليمون، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، كوب طحين، نصف كوب بانكو أو إرشل اختياري، وزيت نباتي للقلي. أول إشي لانا بدنا نسويه بدنا نحط الزيت على النار، وأكيد بدنا نستخدم زيت كارفور. بسم الله نبدأ. رح نحط زيت كارفور على الغاز عشان تطلع درجة حرارته. شايفين قديش صافي؟ حلو بالشغل وخفيف. تمام. خلي درجة حرارة الزيت تطلع ونعمل الخلطة. خلطة سهلة جدا، الملح حسب كمية السمك الموجودة. والله إذا جربتوه وسعره كتير رخيص أبدا، مش غالي أبدا، مش مثل السلطان إبراهيم الحسك فيه كتير، أنا ما بحبه شخصيا يعني، قد ما فيه حسك كتير مزعج. هذا ما فيه. هلأ بحكي لكم ليش اسمه المعكرونة. وبالسويس في مصر بلاش. تحياتنا للشعب المصري الكريم. أضحكك لانا، الأسبوع الماضي كنت واقفة على إشارة صوفية وفي 2 مصاري قطعوا الشارع، دي والله على نيروخ، يقول له يا ود هي حجيبها ليه هنا؟
هي ليه حتجي هنا؟ كنت عاملة أظن طبق مصري وقتها بهذاك الوقت. السوسج. أيوة بالضبط بالضبط. فصاحبه بحكي له لا يا زلمة شو بده يجيبها هون؟ بقول له دي والله هي، فتحت الشباك بقول له هي بعينها. قال أنا أشكرك وأشكر التلفزيون الأردني دائما بتوجهوا سلامكم للشعب المصري إخواننا وحبايبنا، تحياتنا لكم، أزكى أكل عندهم، حطينا كل البهارات اللي ذكرت لكم إياها لانا بالوصفة، كزبرة كمون بهار سمك، هدول أساس أي نوع من أنواع السمك. توم سوري صحة صحة يا شفالة بالدول البهار نتناوب. بالضبط، انت فيكي هاي الطبع دائما، بس تجيبي بهار يكون فريش بيعلق صوتك بيروح الصوت عشان بعمل شو بطلع. صحة صحة. عصير ليمون، كزبرة خضراء، شبت اللي هو دل، خلطة كتير زاكية وطيبة، وزيت الزيتون. بتنحط بالخلطة زيت زيتون جفالة. تمام. بعدين رح نخلطهم مع بعض. خلينا ناخذ بعض المشاركات شفعلة. معانا أم زيد بتصبح علينا، وأم آدم الحوامدي تقول صباح الخير، أم أحمد علوش تقول يسعد صباحك بكل خير شفعلة، هاي الأكلات المفضلة عند بناتي. أم ليلى أبو شويش تقول الكروبس كتير طيب مخلل مع خل العنب، أمي تركية كانت تعمله إلنا. إيش هو؟ الكروبس بتعمله مخلل مع خل العنب. معنا كمان أم عبد فرح بتقول يسعد صباحكم نورين شاشة، كل يوم بتابعكم من فلسطين أنا وجميع الجارات والحبايب، تحييتنا لأهلنا في فلسطين. معنا اتصال شفعلة ناخذ ولا نستنى الخلطة؟ بدنا ناخذ أم عماد ونحكي عنه. يلا معنا اتصال. أم عماد صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا يا أم عماد؟ إربد بشرة. عم تحكينا من إربد الرمثة؟ بشرة. إربد بشرة، أهلا وسهلا فيكي يا أم عماد، الشيف علا معاكي تفضلي. أهلا وسهلا بأم عماد. صباح الخير شيف علا. يا صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية على الطبخ الزاكي. يعافي عمرك هلا ستي، أهلا وسهلا فيكي. من الآخر عجبك ولا ما عجبك؟ تحبيه ولا ما بتحبيه؟ والله مش كثير السمك، أما الشغلات الثانية اللي حطي فيها لا. البس والله هذا كل إشي بحبه. والله أنا أزواج. يلا ستي تفرجي معنا تنوري مش غلط. بدي دعواتك تدعي لي لابني حكمات أنور جرداف. نعم. الله يفك أسر إن شاء الله. حبيبتي إن شاء الله ألف ألف سلامة عليه. تمام، إذا إحنا للكفر رح نحط طحين وبانكو وبهار سمك. البانكو هذا هو عبارة عن اللي هو الكفر اللي بنحطه عشان يعطي قرقشة. نعم. إذا ما في بانكو حطي أرشلة، إذا ما بدك تحطي أخلطي شوية نشا أو أرشلة أو بانكو. البانكو رخيص مش غالي، وقبل هيك نزلت لكم صورته. وبعدين رح أروح زي ما أنت شايفة لانا هاي الخلطة. نعم. يلا ستي ناخد كمان اتصال. يلا يلا يا صبرين. صبرين صباح الخير. صبرين محمد أهلا وسهلا فيكي، من وين عم تحكينا؟ من الزرقاء. اهلا وسهلا فيكي وبكل اهلنا بالزرقاء، تفضلي معك الشفعلة. الو صباح العسل. صباح السمك. صباح ورد. صباحك عسل. يا حبيبتي اهلا اهلا. وبرطارة الاردن. يا حبيبتي انت البركه، اهلا وسهلا. بسم الله ما بيحلى يوم الا لما اشوفكم. هذا شرف لنا ستي. الله يسعدك يا رب. شو هالتألق، شو هالحلاوه، شو هالعسل. والله بيطلع لكم بصراحه، ندللكم شو بدنا نسوي، ما ورانا غيركم ندلل. يعني على قد ما تطبخي على قد نفسنا ناكل كمان. يا حبيبتي اهلا وسهلا فيكي. لعيونك. ها شكرا لك يا صبرين على هذا الاتصال ومشاركتك معنا اليوم. اهلا وسهلا. شفتك عملتي حركه حبيتها. ايوه عملتي بالملح بالطحين هيك عشان تختبري الزيت. ايوه نعم الحركه شفت. هلا هاي عشان نشوف اذا الزيت حمي او لا، بننزل فيه رشه طحين بهذا الشكل من بعيد. تمام لانا. تمام. ليش سموه سمك المعكرونه؟ سمك طويل تمام، بوزه مدبب رفيع كتير مثل المعكرونه، وبالطول وهو مثل حبه المعكرونه زي ما انتم شايفين. نعم. اوكي، وبكون اللي هو منقط من برا، هاي جلده منقط
راسها كتير رفيع وهي عشانها كتير رفيعة وبالطول فهو اسمه سمك المعكرونة. بغطه بالخلطة وبروح لأنه رفيع وطويل فأنا إيش بدي يعمل كفر صح، فإيش بروح بعمل بدحرج على خليط الطحين بهذا الشكل. تمام هيك؟ يلا وعلى الزيت ومع كلانا يعني. احنا جاهزين لأي سؤال؟ كان في سؤال شف علا قرأناه تحت الهواء اللي هو عن اليبرق. يس. قالت لك انه واحدة من المشاركات معنا، انا بعتذر انه راح الاسم، بتقول انه بيكون الرز لسه بقرش معها، مش ناقعته منيح او ماء الطبخ قليل. نعم. وغالبا مش ناقع الرز منيح، مكسر. نعم. هذا الجواب. طيب سماح دويكات بتقول صباح الورد، بيقولوا لنا طولوا فقرة المطبخ تكون ساعة ونص. الله يا شيف علا بيطلع لكم تكونوا طماعين. عدنان الجنيدي بتقول راح المشاركة بيصبح علينا صباح الخير. غيث أبو ديات بيقول هلا بشيف علا وسهلا فيكم وكيفكم. إيمان بتقول اسم السمك معكرونة. اسمه معكرونة وسعره رخيص وما فيه حسك يغلب أولادك ورح تدعي لي كثير. في مشاركة من لينا بتقول لك اسمه مكرونة وليس معكرونة. مكرونة بالمصري. مكرونة بالمصري. نعم. اوكي، ولكن في محلات السمك بالاردن اسمه سمك المعكرونة. ستي ام نديل خلايلة بتقول يسعد صباحكم وصباحك يا ام نديل. الجزائري مش رح تحبيه، يعني اختلاف اللي هي الثقافات من مجتمع لاخر كثير بيلعب دور بمسميات المادة الغذائية. نعم. عايدة مراد بتصبح علينا، حنان حسونة، مريم حمور، باسمة البكي، محمد الجندي، أم يزيد. أنا عم بقرأ لكم الأسماء عشان ناخد أكبر عدد من المشاركات. لأنه أكيد منحب إنكم دائما تشاركوا معنا ودائما تبعتوا لنا مسجات حلوة. أحمد نظام بيقول صباح الخير، باسمة كمان، مريم بتقول صباح الخير، أم يزيد، أم ليث الشول، بنحب السمك قليل الحسك. فعلا كلنا بنحب السمك، منخفض على صغار كلنا على أطفالنا يعني الموضوع. طبعا أم عماد زواهرة بتقول لك مبدعة يا شيف. أم حسين الله يسعد هالصباح معنا. كمان أم سارة بتقول صباح الخير ما شاء الله عليك، يسعد صباحك يا أم سارة. معنا ريما محمد بتقول لك شو هالثقافة، إربد من الله يسامحك صباح الخير. روان فرخ بتقول يسعد صباحكم منورين. الله يسامح الجميع. وفريا القصرة بتقول يسعد صباحك شيف علا. أم مالك السعودي كمان بتصبح علينا. وأم محمد العدوان يسعد صباحك. عبد الله برضه بيصبح علينا. معنا كمان أم يوسف الحايك وأم فادي الحبايبة، يسعد صباحكم جميعا. تمام ستي، هلأ إحنا رح نقدم جنبه ممكن تراتور صوص، ممكن بقدونسية، سلطة عربية بطحنية، أو اللي هم هذا سويت ساور أو هوت سويت شيلي اللي هو حلو مش حار. وهاي الخلطة اللي زادت من تتبيلة السمك، زدت عليها ليمون وملح وزيت زيتون وحطيتها دب أو تغميسة ل السمك. تمام ستي؟ تمام. معك ونص. يا أمر أي مشاركة؟ ديكوريشن الأكل إحنا بنستناهم. فيصل العمارات بيقول صباح الخير، ونعيم الحمدان كمان بيصبح علينا. نعم. عبد الله راجح أبو عدي صباح الخير يا علا. معنا وصباح وهبة أحمد تقولي سعد صباحكم من أبو ظبي، تحياتنا إلى كل أهلنا في الإمارات. كمان معنا دانيا علمان تقول صباح أبو ظبي عندهم سمك بجنن. دائما أنا بس أسافر على البلاد اللي مشهورة بالأكل البحري صراحة بعتمده لازم لأنه بيكون فريش 100%. أم جود ثوابت بتقول صباح الخير والورد والياسمين. معنا أم مالك السعودي بتقول صباح الخير. ومعنا فيصل العمارات بيقول صباح الوطن الجميل. هزاع العرجاني بيقول صباح الخير. ومعنا أم غالب العبادي بتقول سلم إيديك يا شيف علا يعطيك ألف عافية. أم يوسف الحايك بتقول صباح الورد. وشفيعة عبابني بتقول صباح التفاؤل. ومعنا ملك العدوان بتقول صباح الخير. الله على المنظر يا شيف علا، أنا بعرف أنت عم بتلهيني بالمشاركات. قلتي لو سمحتي. طب هذا كل أنت قلتي إنه ما بيشبع، واليوم بتقولي إنه طبق عشان أروح بالطبق. لا هو أنا مش هطعمك، بس إجيت أشهولك وأروح. معنا عبير حداد بتقول ما شاء الله عليك يا شيف علا يسعد صباحك. معنا أمير الخشم بيقول يسعد صباحكم. وإلهام خضر يسلموا كثير على الأكلات الطيبة. معنا خولة أبو يوسف تقول بنفع سردين حجم كبير ينعمل نفس الطبق؟ نعم بنفع. نعم. سوينا إحنا وردة السردين إشي خطير ومتكتك. نعم. وزي طريقة المطاعم بتشوفيها على يوتيوب، جربيها رح تدعي لنا إن شاء الله.
معنا أم عصام سلوان تقول يعطيكم العافية، أبدعتي شيف علا، منتابعكم من مرج الحمام، تحياتنا لإلكم. معنا هبة أحمد، يسعد صباحكم من جديد. أم خالد الشيبي بتقول صباح الخير لنا، بصبح على شيف علا المبدعة، وبدها تعيد على بنتي حفيدتي مريم بعيد ميلادها، وإن شاء الله العمر كله مريم تقل إن شاء الله يا رب العمر كله يا رب. أم قصي العتوم بتقول يسعد صباحكم مبدعة، المنظر يم يم، صراحة معاهم حق. أم محمد الدادة بتقول صباحكم عسل، وأم همام بتقول صباح الفل، يسلم إيديك يا شيف. أم مالك السعودي بتقول لك إبداع يا شيف علا، وأم مشعل حرافشي بتقول يسعد صباحكم وصباح الشيف علا. فراس أحمد، صباح الوردات، إيمان جيوسي، إلهام خضر، عمر المناجلة، رماح عوني، وشفاء عبابنا بيصبحوا علينا. تمام، هلا رح نجهز الشوربه كمان. هذه سبق وذكرت هي الخلطه اللي زادت، ضفت عليها ملح، عصير ليمون، وزيت زيتون. قصدك الخلطه بتاعت السمك بتاعت بيله؟ نعم. للي بحب يغمس موجود. نعم. يلا احنا هلا بس رح نسكب. خلص تمام، هاي عندنا جهزت. نعم وستي صار أمامكم، وهي عندنا الصلصات. أي مشاركات معك لأن أنا بس رح أسكب. معنا ميرفت أمين بتقول يسعد صباحكم من الكويت، تحياتنا إلى كل أهلنا في الكويت. أم شهم العجرمي بتقول صباح الورد يا شيف علا. في الريال القصراوي أحلى تحية ومحبة من بنات عائلة القصراوي، تحيتنا أكيد لإلكم. أمل جلاد الله يسعد صباحكم منورين. وزينب المعلب بتقول صباح الخير، بحبكم كثير واحنا كمان بنحبك اكيد. حنان حسون بتقول صباح الورد والياسمين لانا ويلي على الريح. ام اصيل خزاعله بتقول حبيبه قلبنا شيف علا. بسم الله. وام محمد المشهراوي بتقول الله يسعد صباحكم. ملح فلفل، بدك فلفل ابيض بصير، وكمون، هاي كمون مش كثير. الله على الريحه يا شيف علا. وبس، وما تغليها مع البهار او غلوه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي مالك. الله الله. انا خلص ايش اقول، هو في كلام بعد هذا المنظر يا شيف علا. ماجد داهر بتقول صباح الورد، بتقول لك من وين هذا السمك؟ بيكون متوفر بكل المحلات صح؟ اي مسمك. نعم صح. باي مسمك. نعم. معنا ام عبد الله الشريده بتقول كيف بتنظفي شيف علا؟ اللي هو ايش هو هذا السمك؟ بنظف لك اياه في المسمك، ما بديش اغلبك، بس راح اعمل لكم تقرير وعد عشان هيك انا اكون اعطيتكم المعلومه صح. نعم. معنا ابراهيم بيقول صباح الخير، ابو يزن فجر بيقول منورات، سهى معنا، منتهى، وعبد الله ابو بكر، عبد الله راجح بتقول شهيتونا، انا اسمي حلا. اهلا وسهلا فيك يا حلا. ام زيد يسعد صباحك. ميمي بتقول يا رائعه، يسلموا ايديكي وصباح الخير. ايمان بتقول صباح الخير، اطيب شيء السمك. نعم. وام خالد بتقول صباح الخير ويا عيني عليك يا شيف علا، شو هالجمال المش معقول وشو هالاطباق اللي بتشهي. يعني زي ما بقولوها بالمشرمحي، ملعبي السمك، بحب اشتغل فيه. معانا كمان فاطمه جروان بتقول يسعد صباحكم فل وورد، الله يسعدها شيف علا. معنا كمان أم المنذر بتقول صباح الورد والياسمين على طاقم يوم جديد وعلى الشيف علا. وتسنيم بتقول صباح الخير. وإيمان ما بحب الشوربة بس شجعتيني أجربها. الله على الحكي الصح يا ستي. إحنا ما حطوا كابوريا، اعمليها نفسها بس على شرم أو ميكسي فود فروزن اللي موجود بالمولات، بديش أغلبك، اللي موجود نعمة وفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. نعم. وبعدين بنخلي الملائط تبعته اللي هي إيديه لغايات البرزنتيشن، لغايات الديكور. أيوة هذا الشكل. معك لانا معك. رح ناخذ أم جود ثوابتي، أنا من فلسطين، روعة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، تحياتنا مجددا إلى أهلنا في فلسطين. كمان معنا أمل بني عيسى صباح الخير. أم عبيدة الزعبي الله الله على المنظر. هبة بتقول صباح النور، وجميلة بتقول صباح الخير وأنا رايحة على الشوبك، يسعد صباحك وتحياتنا إلى أهلنا في الشوبك. عبد الله بيقول أنا بحب السمك. وأم عبادة بتقول صباح الخير،
معنا سامية علاوني بتقول صباحكم عسل حنين جميل، بتقول يعطيك العافية شيف علا المنظر بشهي. يسرى بتقول أهلا بكم من غزة، تحياتنا لكم ولكل أهالينا غزة. شو عندهم سمك زاكي، الله. جدا جدا سمكهم بجنن، والصيد عندهم وش بدي أحكي لكم إشي يعني، الله يديم الخيرات عليهم يا رب. عن وصفه والله الله يديم الخير على الجميع. وهيك بتكون أخيرا خلصت وصفاتنا لليوم، عملنا سمك نبلش معكرونة سمك معكرونة مقلي بالزيت، مكرونة اسمه بمصر الحبيبة، وإله أسماء متعددة في دول بلاد الشام بشكل عام، بالإضافة إلى شوربة الكابوريا بالكريمة. حبيت تضل على ستوك السمك، على مرقة السمك قصدي بالستوك، بصير ما بدك برضو كمان بصير، ما بدك تحطي كابوريا، ممكن تستخدمي أي نوع من أنواع فاكهة البحر. تخلطي الكيس أبو 3 دنانير فيه حوالي 250 جرام، وإيا ميكس سي فود بتحطي على نفس الطريقة، وصحة وهنا على قلبكم. أنا هيك بكون خلصت لنا والسمكات بدنا نكمل قليهم. شكرا لوجودك معنا اليوم. والله ما أنا ست بيت يا شيف علا، طلعي الأطباق اللي بحضر لك إياها أصلاً. يعطيك العافية شيف علا. وأكيد إحنا مبسوطين بكل المشاركات من كل الناس اللي عم بيحضرونا، ورسالتي الختامية لإلكم إنه الإنسان اليوم لما بيشتغل على حاله وبيهذب نفسه عشان يتغير للأفضل، الناس اللي حوالينا بتضل نفس الناس، لكن قوة الجذب والتغيير تتغير. تحية من القلب، في أمان الله يا رب. من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة.